لننتقل الآن إلى الخطوة الثالثة في خارطة الطريق أو الاستحقاق الثالث، وهو انتخابات مجلس النواب والقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء. اسمح لنا أن نرحب أيضا بالمستشار محمد فوزي المتحدث باسم لجنة تعديل قانون مجلس النواب. مساء الخير سيادة المستشار. يعني اليوم انتهى مجلس الوزراء من مراجعة القانون ووافق عليه وسلمه لرئاسة الجمهورية التي من المحتمل أن تصدره خلال ساعات. كان هناك حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، وربما حزب المؤتمر كان له جهود في إقناع الأحزاب الأخرى. ما هي أبرز التعديلات التي استجبتم فيها لمطالب الأحزاب التي اعترضت على القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة هذا القانون مر بحالة طويلة من حالات الحوار المجتمعي بالنظر للمدة البسيطة اللي تم تكليف اللجنة بوضع القانون فيها. حقيقة كثير من التعديلات أدخلت عليه نتيجة هذا الحوار المجتمعي. من ضمن يعني لو أبدأ من النهاية للبداية في هذه التعديلات، فقد تم تخفيض عدد مقاعد البرلمان من 600 مقعد ل 540 مقعد بناء على طلب الأحزاب علشان كفاءة البرلمان في الوقت وتقليل النفقات. كمان تم زيادة عدد مقاعد المرأة ل 56 مقعد من أصل 120 مخصصة للقوائم، بالإضافة إلى نصف عدد المقاعد المخصصة لرئيس الجمهورية في التعيينات. كثير من التعديلات أدخلت أيضا بناء على طلب الأحزاب. كان نظام القوائم معتمد على تقسيمها على 8 دوائر، الآن أصبح التقسيم 4 دوائر حتى تتاح للأحزاب ولا تتقيد بأنها تجيب الفئات الخاصة لنص القانون على تمثيلها تمثيلا مناسبا أو ملائما من مساحات جغرافية ضيقة. فدي كلها من ضمن التعديلات. من ضمن التعديلات أيضا إن النائب يختار أو المترشح لعضوية البرلمان يختار الدائرة اللي يترشح عليها بعد ما كان الموطن الانتخابي اللي هو محل الإقامة فقط. السماح للنواب ممن يمارسون أنشطة مهنية إن هم يزاولوا هذه الأنشطة المهنية بشرط الإفصاح. كثير من التعديلات أدخلت على القانون استجابة لما أبدته الأحزاب والقوى السياسية المختلفة تعليقا على مشروع القانون. نعم، ولكن هنا أسألك سيادة المستشار فيما يتعلق بالانتخاب بنظام القائمة. يعني كان الاعتراض هو أنه المقاعد التي خصصت لنظام القائمة كانت قليلة مقارنة بالنظام الفردي، كان هذا أول الاعتراضات. الاعتراض الآخر كان على القائمة المغلقة، هل هذه الانتخابات أو التعديل سيكون بالقائمة المغلقة أم بالقائمة النسبية، ولماذا القائمة المغلقة؟ بالنسبة لعدد المقاعد القليلة للأحزاب، فيجب أن أوضح أن الدستور كان واضحا أن القانون يستطيع أن يأخذ بالنظام الفردي كاملا أو بنظام القوائم كاملا أو أن يجمع بينهما بأي نسبة. فهناك سلطة تقديرية واسعة للمشرع أن هو يختار النظام الانتخابي. دي واحدة. فيما يتعلق بالنسبة نفسها، فهي النسبة يجب أن تتناسب مع الواقع اللي احنا كلنا عايشينه. أي تجربة يجب أن تبدأ بالتدرج. التوسع في النسب على خلاف الحجم الحقيقي للقوى السياسية يضر ولا ينفع. الأحزاب هناك خلط وهناك رغبة في أن المواطن المصري يبقى في ذهنه أنه إذا كان لا يوجد نظام انتخاب بالقائمة معناها أنه لا يوجد أحزاب، وهذا غير صحيح. كثير من الديمقراطيات العريقة، كثير من الدول راسخة الديمقراطية لا تعرف النظام الانتخاب بنظام القوائم. لدينا الدستور المصري فرض علينا تحديات كبيرة جدا في أول مجلس نواب يشكل. هناك طوائف كثيرة يجب أن تمثل. هذه الطوائف يعني الحقيقة الأحزاب ما حقيقة ما تطلبه أن يزيد التمييز الإيجابي لها فتحصل. الحقيقة يتعين على الأحزاب أن تنزل إلى الشارع، وتقوية الأحزاب لا ترتبط بقانون بقدر ما يرتبط بجهودها وجهود قادتها وشعبيتها على الأرض في الحقيقة. فيما يتعلق بالقائمة المغلقة،
وسبب اختيار القائمة المغلقة فله سبب واضح، أنه كان يتعذر تطبيق نظام القائمة النسبية في ضوء الطوائف الكثيرة والفئات الكثيرة التي أوجب الدستور تمثيلها تمثيلا مناسبا وملائما، لدينا المرأة، لدينا الأقباط، لدينا العمال والفلاحين، لدينا الشباب، لدينا المصريين في الخارج، لدينا ذوي الإعاقة. قولي لي كيف يمكن أن أمثلهم في قائمة نسبية يتم تصعيد من يحصل على المقاعد بترتيب بنسبة ما حصلت عليه من أصوات حسب الترتيب الوارد في القائمة. إذا طبقنا نظام القائمة النسبية كان يخشى من عدم تمثيل هذه الطوائف، فاضطررنا اضطرارا الى طيب سيادة المستشار كيف ستمثل للاعتبارات الدستورية اللي اوجبها الدستور؟ نعم، فيما يتعلق بالقائمة المغلقة وضمان نعم يعني هذه القائمة المغلقة التي ستضمنون بها تمثيل لكافة الطوائف التي تحدثت عنها، كيف سيكون؟ يعني كم عدد النساء فيها؟ كم عدد الأقباط؟ مبدئيا نظام القائمة المغلقة معناه ان القائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة تنجح بكاملها بغض النظر عن ترتيب أعضائها داخل القائمة. لدينا نوعين من دوائر القوائم، هناك القوائم ذات ال 15 مقعد وهناك القوائم ذات ال 45 مقعد. عندنا دائرتين من القوائم ذات ال 15 مقعد سيمثل فيهما المسيحيين بثلاث مقاعد، العمال والفلاحين بمقعدين، الشباب بمقعدين، المصريين في الخارج بمقعد، والمصريين ذوي الإعاقة بمقعد واحد. لدى الأحزاب والشخصيات العامة والمستقلة ست مقاعد من أصل 15 مقاعد حرة تستطيع أن تترشح عليها. تمثيل المرأة في القوائم ذات ال 15 مقعد هو سبع مقاعد من أصل 15. نفس النسبة موجودة في القوائم ذات ال 45 مقعد. نعم، أنتم كلجنة سيادة المستشار كنتم لجنة من قانونيين فقط وليس من شخصيات سياسية أو حزبية، ولكن بعض الأحزاب كانت تقول أن النظام الفردي يعني هي تتخوف من دخول الإخوان عبر نظام القائمة، لذلك فضلت النظام الفردي. البعض الآخر يرى أن الإخوان المسلمين في مجلس النواب المنحل فازوا بأكبر عدد من المقاعد من خلال النظام الفردي. يعني كيف كنتم تحاولون تكييف هذا القانون بشكل يتناسب مع الوضع السياسي في مصر؟ مبدئيا عاوز اوضح لحضرتك ان اللجنة لم تكن لجنة قانونية فقط، انما ضمت خبراء في القانون الدستوري وضمت خبراء في العلوم السياسية وضمت خبراء لديهم تجارب عملية طويلة في مسألة الانتخابات، فضلا عن ان اللجنة طرحت ما انتهت اليه في حوار مجتمعي والتقت كثير من القوى السياسية ورئيسها هو رئيس سابق لمجلس الدولة. ما أقصده سيادة المستشار أن هذه اللجنة لم يكن بها يعني حزبيين حتى يميل البعض إلى تفضيل نظام عن الآخر، يعني كانت لجنة إلى حد ما محايدة. الحزبيون كانوا موجودين في لجنة الخمسين ولم يصلوا إلى أي حلول بالنسبة لقانون الانتخابات. نعم. فصدروا المشكلة لرئيس الجمهورية، يجب أن نعترف بذلك. نعم. طيب فيما يتعلق ده سؤال حضرتك الاولاني ان اللجنه قانونيه، السؤال الثاني فيما يتعلق بتفضيل يعني الوضع السياسي، كيف لائمتم ما بين القانون والاوضاع السياسيه الان في مصر؟ اؤكد لحضرتك مره اخرى ان دي لجنه محايده، ليست سياسيه وليست حزبيه وليست لها اي توجهات الا المعايير الدستوريه ومصلحه هذا الوطن. قانون الانتخاب لم يصمم لاقصاء اي احد او تفضيل اي احد او استبعاد اي احد، هناك معايير واضحه، الاراده للشعب، الشعب يختار من يريد. نحن كل ما قدمناه في هذا القانون لا يحمل إلا رسالة واحدة للمواطن المصري، أيها المواطن اعرف من تختار، ويسرنا للمواطن المصري أن يحصل على المعلومات اللازمة عن المترشحين وله حرية الاختيار من بعد. لا نملك طبقا للدستور أكثر من ذلك،
وغير ذلك سيكون غير دستوري. المواطنون لدى القانون سواء، جميع المصريين يتمتعون بمبدأ المواطنة، لا إقصاء لأحد ولا عزل لأحد. نعم سيادة المستشار محمد فوزي المتحدث باسم لجنة تعديل قانون مجلس النواب، شكرا جزيلا لك على كل هذا الشرح لهذا القانون.